بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل مثال تاني، نشغل اندكس دوت رينج ونشغل اندكس دوت اتش تي ام ال. المثال اللي احنا عايزين نعمله بس علشان تتخيلوا معايا هو عبارة عن صفحة ويب فيها رقمين، انت هتدخل الرقمين وعندك زرار بتدوس عليه بيعمل لك جمع كل الارقام اللي انت ايه دخلتها، تمام؟ طيب، وعندنا زرار لما بتدوس عليه بيزود لك انبوتس اخرى، يعني لما بتدوس عليه بيزود لك انبوت، كل ما تدوس عليه مره تانيه بيزود لك انبوت تاني، ففي اخر لغه الرنج هتاخد كل الانبوتس اللي انت زودتها ديك وتجمع اللي فيها خلاص، وتعمل ايه؟ تعرض لك الناتج، او تعرض لك ناتج الجمع لكل الانبوتس الموجوده واللي انت ضفتها. ده كده ايه؟ التخيل الاولاني. فخلينا نبدأ نظبط هذا الموضوع. يعني في البداية بص، هو أنا عايز الأرقام مبدئيا، بص طبعا أنا هعدل على كل ده، هعدل على كل ده. الأرقام مبدئيا أنا مش عايز لها إيه، ولا ليبل ولا مش عايز زحمة، بص خليها كده زي ما هي وأنا أعمل لها مارجن وخلاص. أهو بص، شيل كل ده، أنا مش عايز الكلام ده خالص. أقول لك شيل ده ونبقى ناخد منه كوبي. بص التايب نمبر زي الفل، ريكوايرد لأ، ما فيهوش حاجة بصفر وخلصنا. فورم كنترول ده عشان البوتستراب. اي دي نم واحد، مش عايز الاي دي، مش هبرمج جافا سكريبت لده، انا هبرمجه بالرنج خلاص، مش لازم اي دي. نيم نم واحد، طبعا ده اساسي خلاص، مش عايزين دي. اوكي، دي خليها نمبر 1 بس كده، لو كمدخل وخلاص. دي كمان مش عاوزينها، مش عايزين دي، شيل دي، تمام كده بس كده. خد لي بقى ده كوبي، تمام، وحطه لي هنا ايه، بيست، وده يبقى نمبر 2 اللي هو على اساس انت ايه مش هتجمع اقل من رقمين، يعني مش هتحط لي رقم وتقول لي اجمعه، صح ولا لا؟ بس. والنيم هنا يبقى نم 2، وطبعا ما ننساش نعمل بس ايه مارجن، معلش يعني لو جيت هنا مثلا وعملت ستايل مارجن عادي خالص، ستايل بيساوي مارجن على مارجن على 5 بيكسل بس كده، ولاخوه برضك ناخد دي كوبي ونحطها لاخوه، وادي ايه سيف. ده كده كبدايه، طبعا مش هحتاج كل الزراير دي، مش هحتاج كل دوت، اهو شيل كل ده ماشي. وبعدين انا عايز الزرار يبقى فوق، خده كات حطه فوق. هنا الفاليو بتاعته ادمور، لا ده اللي هيجمع، الفاليو بتاعته ده انبوت، انبوت سبميت، فده هو ده اللي هيجمع، ده اللي الرنج هتشتغل عليه. فهتخلي الفاليو بتاعته صم اول، صم ايه؟ اول، ماشي؟ حلو كده؟ طيب النيم بي تي ان واحد، بي تي ان صم بقى، بي تي ان ايه؟ صم، خلاص؟ ماشي. هاخد نسخة منه كوبي واحطها هنا بيست واحولها لبتن، ادي هنا سلاش بتن، وهناك يبقى بتن كده، انا حولتها لايه؟ لبتن. التايب سبميت لا، ده انا عايز التايب بتن لان انا مش عايز الصفحه اتحمل ليه، اهو بتن. حلو كده؟ طيب ده طبعا النيم بتاعه ما يهمنيش لان ده هيزود انبوتس على الصفحه، فمش هبرمجه بالرينج خالص ولا عايزه يعمل اي اكشن على السيرفر اصلا. هاجي هنا اكتب ايه، اقول له لا ده بيعمل لك ايه، مور، مور ايه، مور انبوتس، او مور وخلاص، زائد وخلاص، هو ايه اصلا صفحه سيمبل يعني. بس ده كده كبدايه يا جماعه، كل ده جوه ايه، كل ده جوه فورم. الفورم دي بقى انا هحتاج اوصل لها بالجافا سكريبت، فهديها اي دي هسميه مثلا ايه، اف ار ام بس كده، مش لازم بقى اف ار ام نمبرز، يا عم اف ار ام وخلاص، سهل على نفسك ما دام الدنيا مش كتيره يعني. خلاص كده، ده كده كبدايه، تمام يا جماعه. طيب لو انا جيت هنا على اندكس دوت رينج وشغلت، خلينا نشوف كده يبقى الشكل عامل ازاي كتخيل يعني. الزرارين فوق وتحتهم الايه، الانبوتس، وفي مارجن 5، فالمارجن هيبعد الحاجات عن بعضها، فيبقى في يعني مسافات كده بس كده. ده التخيل المبدئي ماشي. انا بقى عايز اعمل ايه يا جماعه في المثال ده عشان نبقى واضحين مع بعض. لما ادوس على مور ده
بيزود لي انبوتس تانية زي نمبر واحد نمبر اتنين نمبر تلاتة ونمبر اربعة ونمبر خمسة وهكذا، ماشي؟ وصم اول تاخد كل اللي هو دخله ده وتجمعه. وصلت الفكرة؟ بس كده. فهو ده المثال اللي احنا ايه عايزين نعمله بفضل الله. فخلينا دلوقتي في الجانب ده اللي هو جانب الايه يا جماعة، جانب التصميم يعني. خلينا في جانب التصميم ونبقى نشوف جانب البرمجة بعدين، جانب برمجة الرينج يعني. فهنا عايز اخلص الصفحة بتاعتي هنا كفرونت اند، اوكي؟ فخلينا يعني نيجي مثلا في اي حتة هنا مثلا كده، واعمل سكريبت وسلاش سكريبت كده. انا هبرمج جافا سكريبت، سكريبت وسلاش سكريبت، وهنا هعمل فانكشن، اوكي؟ فانكشن جافا سكريبت هسميها ماي او اد مور او مور، سميها مور، سميها ايه؟ مور، زياده يعني، زود لي الحاجه اللي عندك. اوكي، ادي الفانكشن يا جماعه، وادي الشغل اللي فيها. الفانكشن دي ما بين سكريبت وسلاش سكريبت. المور دي بقى انا عايز الزرار ده يشغلها اللي هو التايب باتن. فهاجي هنا اقول له لو سمحت اون كليك عليك وعلى مين؟ وعلى مور دي يا معلم. ايوه كده، سيف. خلاص مور دي بقى هتعمل ايه؟ واحده واحده كده مع بعض. خلينا ننظم الدنيا كده بفضل الله ونبدا نظبط القصه. اول حاجه بره الداله اصلا انا هعمل تي اكس تي كاونت. انا عندي كام تكست على الشاشه؟ عندي اتنين، عندي اتنين. فخلاص يبقى مبدئيا كده ديفولت التي اكس تي كاونت بيساوي اتنين مبدئيا كده. حلو حلو. بس اول حاجه هعملها هقول له يا تي اكس تي كاونت قبل ما ابدا اعمل اي حاجه زائد بتساوي واحد، زود نفسك بواحد على طول قبل ما ابدا اعمل اي حاجه. بعد كده هعمل انبوت عشان اتحكم فيه، او هعمل متغير اسمه انبوت. هقول له انت الانبوت ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي دوكيومنت دوت كرييت ايليمنت. ايوه، كرييت ايليمنت انبوت، كرييت ايليمنت لايه؟ لانبوت. الانبوت ده بقى هبدا انا ايه؟ اشكل فيه علشان يبقى زيه زي اللي هيتضاف على الشاشه. خد بالك لازم نحطه كمان في الفورم، مش هحطه في الصفحه، ده انا هحطه في الفورم عشان انا اصلا هبرمج عليهم بالرنج بعد كده يعني. خلاص، فيا انبوت لو سمحت انت دوت التايب بتاعتك هتبقى بتساوي ايه؟ لو سمحت يعني نمبر، زيك زي اخواتك اللي موجودين، تساوي ايه؟ نمبر. حلو حلو، يبقى ايه؟ نمبر. ايوه كده، يا انبوت. ايه تاني؟ احنا كده ظبطنا لك التايب، عايزين نظبط لك النيم دوت النيم بتاعك. طب النيم ده هتظبطه ازاي؟ لا، ده النيم ده هيبقى معتمد على التكست تي كاونت اللي عندي. فالنيم زي ما هم اللي فوق اسمهم نم 1 ونم 2، يبقى انت كمان اسمك نم وعلى حسب الايه؟ التي اكس تي كاونت ما وصل ليه. يعني اللي هيتضاف 2، ده اخر حاجه 2، يبقى 3 4 5 6 7 8 الى اخره. ماشي؟ طيب حلو قوي كده. يا انبوت، ايه انت لسه ما خلصتش؟ انا عايزك زيك زي اللي موجود، ما تبقاش اقل منهم في حاجه. فهنظبط البليس، معلش، نظبط البليس هولدر بتاعتك بتساوي، خليها ايه؟ نمبر مسافه، وبعد كده ايه؟ زود التي اكس تي مين؟ كاونت. ايوه كده، ادي سيف. خلاص يجي الانبوت يقول لك ايه يا عم، خلصت ولا لسه؟ اقول له لا لسه، عشان شكلك كده هيبقى وحش، عايز تخلي شكلك حلو يا انبوت. انا عرفتك وعمال احط فيك اهو حاجات. دوت كلاس نيم بيساوي، انا هديك كلاس زي اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه فورم كنترول. فورم ده البوت ستراب، فورم داش كنترول، عشان يبقى شكلك حلو زيك زي التانيين. تمام كده يا جماعه؟ طيب وهنديك كمان مارجن يا انبوت، معلش تقلنا عليك يا انبوت شويه. انبوت دوت ستايل دوت مارجن بيساوي 5 بي اكس، 5 بيكسل. حلو كده. الناس بقى بتوع الجافا سكريبت، ايه يا عم ما تحط سيمي كولون يا عم، خلاص ما تمشيها بقى، هم مشوها، مشيها انت كمان. خلاص، واحنا كده كده شغالين رنج بقى، فالموضوع ده يشجعنا يعني.
المهم خلاص كده. يلا بقى انده بقى. انا بقى ايه، مش هنده على الدوكيمنت بادي لان انا عايز احطها في الفورم يا جماعه، لان انا هبرمج من الفورم. فهنده على ويندو تمام دوت الاف ار ام، سميناها كده. ايوه يا اف ار ام دوت ابند. ابند للبتاع ده اللي انا عمال اظبط فيه اللي هو الانبوت. بس كده وادي ايه سيف اوكي. طيب لو جينا هنا وعملنا ريفرش على اساس نجرب الكلام ده، مور 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 مور، شايف؟ طبعا انت بمجرد ما هتدوس ويرفرش الصفحه يرجعها لك انبوتين تاني، مور 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 مور، عيش حياتك، مور مور مور، وهكذا. تمام كده. فانت كده بفضل الله عملت الخطوه الاولى في الابلكيشن. هنكمل المره الجايه باذن الله.